حسام علي. ازيك يا علي؟ اتفضل تعال. ازيك؟ احسن. كنت فين؟ حابه اقول لك. امال فين هالة؟ هي مش صاحبتكم برضو؟ اصل هالة كانت جات لي البازار مره، هحكي لك. على فكره ليلى بتحكي لي عنك كتير قوي. قالت لي بقى كلام حلو ولا وحش؟ لا كلام كويس قوي. ليلى دي جميلة من جوه ومن بره كمان. ايه بقى؟ ايه؟ هتاخدنا بدوكة ولا ايه؟ يلا قوم بقى، عايزة اتعلم السواقة بسرعة، مستعجلة. ليه؟ أصلي ناوي اشتري تاكس. انت حصل حاجة في شغلك؟ انا مش هروح تاني. غلط. في حاجات دمها تقيل حصلت. طب بقول لك ايه، ممكن تسيبك من ليلى دلوقتي وتقول لي فين قرايبك؟ انا عايزاهم يجوا يقفوا جنبك في الحاله اللي انت فيها دي. انا ماليش حد. انا كنت وحيد بابا وماما الله يرحمه، وبابا كان زيي برضه، كان وحيد بابا ومامته. بس ماما كان عندها اخت واحده بس، وهاجرت من زمان لألمانيا، وعمرها ما سألت عليا يعني، عشان كان في مشاكل ما بينها وبين ماما على الميراث. سبت عليكم؟ لا أبدا. لا سبت عليكم، بس أنا مش صعبان عليا نفسي، عشان أنا مش عاجز، مش محتاج لحد. يمكن بس كنت اللي محتاجه حد اطمن له، يسأل عليا. كان عليا ان اختار، واظن ان اخترت صح، مش كده؟ نبي يا اخويا بلاش الكلام من اللي يحنن القلب ده، انا قلبي رهيف قوي دلوقتي. انا بقى لما انت تفلسع من الدنيا هعمل ايه من وراك؟ اموت نفسي؟ مين قال لك انه مش هيحصل غير اللي انا عايزه؟ أنا هفضل عايش، أعيش لغاية ما أحقق اللي بحلم بيه. وبتحلم بإيه؟ أحب وأتجوز وأخلف وأربي عيالي كمان، عشان أعلمهم إن الدنيا دي كلها ما تسويش أي حاجة غير الحب. الحب وبس. هو أنت مش زعلان من المرض اللي عندك ده؟ ليه؟ وانا السبب؟ ايوه، بس يعني قصدي ان انت لسه شاب وقدامك لسه في المرض. ما خدش مني الشباب، انا قدامك اهو لسه 30 سنه زي ما انا، ما بقاش عندي 90 ولا 80 سنه يعني. عادي. ايه يعني تعبان شويه ورايت في السرير؟ عادي، باخد دواء بيهمدني برضه عادي. ساعات كتير قوي بحس ان الموت جاي في الدقيقه اللي جايه، بس عادي. طب اقول لكم على سر، انا حاسس ان انا عايش قد اللي عشته ده مرتين بجد. يعني هموت وانا عندي 90 سنه. انت متفائل قوي. وهفضل متفائل طول ما بتنفس، هفضل متفائل. عمري ما هيأس ابدا، حتى لو حالتي اتدهورت اكتر من كده، عمري ما هيأس ابدا. آسف.
الدنيا دي عامله زي صندوق مقفول اسود ومظلم، واحنا عايشين جواه. في ناس عايشه جوه الصندوق ده في الضلمه، وفاكره ان النور مش موجود غير بره الصندوق، وناس تانيه عايزه تعيش، عايزه تعيش في النور، وعارفه كويس ان هي مصدر النور جوه الصندوق ده. احنا مصدر النور جوه الصندوق. الصندوق من غيرنا ملوش اي قيمه. ابسطها لك، الدنيا دي كلها ملهاش قيمه من غيرنا. مش فاهمه. حاولي ما تهربيش من حياتك، ما تلعنيهاش، حتى لو هي فيها حاجات كتير انت مش حباها. واجهي، ما تهربيش. الهروب من الحياة ليلى بيخلي طعم الدنيا ملهاش ولا قيمة ولا معنى. يعني انت بتعمل كده؟ حاسس ان انا بعمل كده. أنا يوم ما عرفت إن أنا مريض، أنا ما استسلمتش للموت، وقلت أنا لازم أبقى سعيد وأسعد كل الناس اللي حواليا. ما عرفتش وقعدت جوه الصندوق الضلمة، قلت لأ، أنا لازم تبقى جوايا طاقة نور ليا ولكل الناس اللي حواليا. قررت إن أنا أعيش صح، عايز صح أكتر من الأول. بس أنت كنت عايش كويس من الأول. لا، في فرق بين إنك تعيش كويس وإنك تعيش صح. يعني مثلا في ناس كتير معاها فلوس، ومعاها فلوس كتير أوي، وناس تانية ربنا مديها نعم كتير أوي غير الفلوس، بس ممكن الناس دي ما تكونش عايشة صح، والناس التانية دي برضه ما تكونش عايشة صح. فهمنا تقصد ايه؟ معنى الحقيقي للحياة هنا، هنا وبس. طيب، فاكرين لما كل واحد فينا كان صغير؟ كنا ساعات كتير بنفرح بحاجات كتير ملهاش معنى. يعني كنا بنفرح لو حد بنحبه وقال لنا كلمة كويسة، أو لقينا ابتسامة في وش حد. ساعات كنا بنفرح من غير سبب. وكبرنا، كبرنا ونسينا إن إحنا عندنا القدرة إن إحنا نضحك أكتر ما إحنا نبكي، وإن إحنا نحب أكتر ما نكره. انت طيب قوي يا حسام، واللي زينا ملهمش مكان في الدنيا دي. الناس بقت تاكل في بعض، محدش بقى يحب حد، واكتر واحد ممكن تتخيل ان هو بيحبك في الدنيا هو اول واحد بيعض فيك. كلام كلام وافكار مالينا بيها دماغنا، افكار عشنا بيها وعاشت جوانا، خلت قلبك مقفول وعايش في الضلمة جوه الصندوق الأسود ده. طب عارفين إحنا إيه اللي ناقصنا عشان نبقى عايشين كويسين وعايشين صح؟ إيه؟ اليقين. اليقين إن إحنا اللي بنصنع حياتنا بإيدينا. يعني لو فكرنا في حاجات وحشة أكيد حياتنا تبقى وحشة، بس لو فكرنا بشكل يخلي حياتنا أفضل أكيد هنعيش صح. بني آدم طيب قوي وحنين قوي، كل ما بكلم معاه برتاح. كلامه عامل زي الكلام اللي بنقرأه في الكتب. عمري ما تخيلت إن ألاقي حد كده في الواقع. كلامه صح. أنا بالنسبة لي كل اللي بيقوله حسام صح.
بس بقى المشكلة إن أنا لما أرجع لحياتي تاني أبقى متلخبطة ومش فاهمة حاجة. طب ما هو أنا بعمل زي ما بيقول بالظبط، نفسي أعيش كويس، نفسي أبقى أحسن واحدة في الدنيا، بس أنا ما اخترتش حاجة في حياتي، لا اخترت أبويا ولا مرات أبويا ولا حياتي ولا شغلي، كل حاجة اتفرضت عليا. عشان كده، عشان ما اخترتيش وصلتي اللي أنت فيه، لازم نتعلم نختار، عشان طول عمرك سايبة الدنيا تعمل فيك اللي هي عايزاه من غير ما تقولي لأ. يا شيخ، طب ما أنتِ أهو عندك عيلة كبيرة وعندها فلوس قد كده، عرفتي تاخدي حقك؟ عرفتي تختاري؟ لأ. صدقيني هو كلام بيقوله بيريحنا بيه وخلاص. هو طيب وشايف الدنيا حلوة وعايز يرتاح، ممكن عشان هو عيان. عندك حق يا ليلى، أنا سبت حقي وما دورتش عليه، عشان كده ما بقاليش حق في أي حاجة. لو كنت دورت على حقي كان زماني بقيت حاجة تانية خالص. بقولك يا ليلى، لما تبقي تروحي له ابقي قولي لي عشان عايزه ازوره معاكي. عجبك مش كده؟ عجبتني دماغه، تفرق كتير يا ليلى. يا سيدي انت خدت حقك، اديني حقي، وبعدين العداد هو اللي بيحكم. هو انا معيش فكه، وبعدين يعني الجنيه بيعمل ايه دلوقتي ولا بيجيب ايه يا مدام ولا انسه انت؟ انت مالك بيجيب ايه؟ هحطه جنب الحيطه، هحطه في جامع ولا كنيسه بعد اذنك. انت غريبه قوي، حاساني ان الجنيه ده هو اللي في حياتك. اه بقى هو الجنيه ده في حياتي. وانا معيش فكه. لو سمحت اديني حقي. مالكيش حق عندي. في ايه يا ست مرايه؟ تعالى هنا. ايه في ايه؟ اللي زي ده اصلا ما تتفهميش معاه، تدي له على دماغه بالجزمه. يلا. وانت مين انت؟ يلا اخلص. الله، انا اديتك فلوسك في ايدك، بعد اذنك حطه في ايدي. هاتي القرش. قولي اتفضلي. شكرا. لا تكون صيبة، مليته البلد. شكرا قوي. بقول لك، هو انت شغاله عند استاذ امير مش كده؟ ايوه. شكله محترم قوي، مش عايزه اقول لك، حتى ابوه الشيخ زياد حاجه كده تتحط على الجرح الطيب. انت بتباتي هنا يا تميمة؟ ايوه. طيب ده على طول بابا بره، تعالي بقى اقعدي معاه. بصي شوفي كده فكري، ولما تلاقي نفسك فاضيه على الاقل نصلي بعض. ماشي. تاكلي محشي؟ الله، انت بتعرفي تعملي محشي؟ اه، ده انا بطبخ حلو قوي 10 على 10. خلاص اعتبر ده وعد؟ اكيد. طب تمام. ماشي. يلا سلام. ما قالكيش حاجة؟ لا. طب شفتي ايه في عينيه؟ طب بصي بقى، اللي هقولك عليه تحطيه حلقة في ودانك وتنفذيه بالحرف الواحد. كل اللي شفناهم كوم، وعبد العزيز ده كوم تاني خالص. وطالما هو ما زعلش يبقى أكيد في حاجة في دماغه. طب وعليا؟ بالجزمة، مش هيبقى ليها عين تبصلك تاني ولا تروح ناحية الفيلا بعد اللي حصل. سلامة كمان. مش يبقى مفيش غيرك انتي وزوزة؟ أيوة، بس الموضوع مش سهل قوي كده يا بنت. هو في حاجة تجيب السهل برضو؟ المهم هتكسبي ايه في الآخر؟ يا هلا. مصحاش الصبح الاقي عزرائيل زرنا؟ شيخ حرام عليكي ده، يا بنت ابوكي ده راجل فقري. الود وده يجوزك واحد فقري زيه شحات. بس انا مش هسكت له وهقف له. والله العظيم ابويا ده غلبان معاكي قوي، انت اللي مفتريه مفتريه. ايه يا بنت؟ انت معايا ولا معاه؟ على حسب يعني. على حسب ايه بس؟ ابوكي ده لو شم خبر ان انت عايزه تتجوزي عبد العزيز ولا بترسمي عليه هيقاوم الدنيا، مش هيقعدها، مش بعيد يقعدك في البيت. لا، يا اما تسمعي كلامي وتعيشي في القصور وتلعبي بالفلوس لعب، يا اما تمشي ورا ابوكي وتبيعي بيض وسميط.
محل؟ محل ايه بقى ان شاء الله؟ سميط ولا بيض وجبنه؟ بلا خيبه، الموقوس موقوس، ولو علقوا في رقبته فانوس. فسحي يا ام فسحي، بس عديني كده والنبي عديني. يا اختي انا مش فاهمه العيله المجانين اللي انا عايشه معاهم دي. ولا سلوم ولا سونس. ايه ظبطت الدغوف؟ مستنيك يا عم الدنيا. خد يا بكره، خد يا امر يا باشا. كلم الباشا، عايزين ناخد وندي في كلام ودي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، مفيش بينا كلام. يا تكلم الباشا حلو، أنا عايز مصلحتك. يا باشا أنا عارف مصلحتي كويس أوي، ويكون في علمك يا باشوات، اللي حصل المرة اللي فاتت ده مش هيعدي. على فكرة بقى كل ده بقى رغي، رغي في رغي. هو الباشا أهملك أهو. أنت عامل فيها وحش ولا إيه؟ قلت لك عايزين نتكلم كلمتين عشان نهدي الدنيا مالي. نصفي الأمور الأول يا باشا، وبعد كده نبقى نهدي الدنيا ونتفق. نتفق على ايه؟ طب غوري اعمل الباشا شاي. غوري يا ماشي بسرعة، اعمل له شاي، اعمل له شاي فتلة وطول له الفتلة. طب عزيز بيه شوفوا كده، احتمال يكون عايز ارجعك الشغل ولا حاجة. ترجعني فين؟ الله الحرام مديني مراجع، وانا هفضل سواق طول عمري يا حسني ولا ايه؟ يا عم رحمة، احتمال يكون عايز يديك فلوسك ولا يكون هيحاسبك على العربية. طب استنى. الو يا عبد عزيز بيه، معلش يا باشا كنت في الحمام بس. النهارده ماشي يا باشا، مع الف سلامه. خير؟ عايز نروح له بالليل الساعه 8. انا شايف ان انت تروح. اهلا يا اخوي، تشرفت. سخنيني شويه ميه عشان استحمى. مفيش جاز، البيت كله ما فيهوش حاجه من ساعه ما حضرتك شرفت في الحجز وانا قاعده في البيت ما خرجتش. مش وقت الكلام ده، تصرفي. اتصرف منين يعني؟ يا الله اعمل ايه؟ هو انا الراجل ولا انت؟ ما تتصرف انت. مالك يا وليه؟ ده انا بعت يوم في الاسم بعد الاخر بعد انا مالك في ايه؟ ماليش فيه، وبعدين بعت كده عشان انا عندي ميعاد ومش فاضيه لك. راح فين؟ انت مال اهلك؟ انا مال اهلي؟ مالك انا بويا فين؟ انت جرالك حاجه؟ قرفت، طهقت، ما بقاش عندي مرار خلاص. العيشه الهباب اللي انا عايشاها دي مش طايقاها. بقول لك ايه يا جابر، طلقني. ايه يا مره، انت اتجننت ولا جرالك ايه في ايه؟ ما جرانيش حاجه. الله، خلاص قرفت منك، مش طايقاك، ريحتك وحشه يا اخي. يا ولية ده ما كانش يوم بيته بره، مجنون انت في ايه مالك؟ بقول لك ايه يا جدعان، انا لازم امشي. الله، فين بويا مالك؟ غور يا شيخ، ده تاكل قرف. الله، انت تقرف. وليه بقول لها عايز جهاز عشان استحمى؟ بتقول لي مفيش والامور والع. ولا تقلقي، العيال دي هتتربى النهارده، محدش فيهم هيعرف يستجرى يرفع عينه فينا بعد كده. انت عارف يا اخويا ان جابر خرج من الحجز؟ جابر مين يما؟ بقول لك ايه يا نبوية؟ ها؟ ما تخلصي منه. يخرب بيتك، اخلص من مين؟ مالك يا بت ما تتحتيش كده. احنا هنشتغل احلى شغل مع بعض. وبعدين جابر ده هيقابلنا لما مؤاخذة يعني زي اللقمة في الزور. وبعدين يعني انا مستغرب. واحدة بحلاوتك وبطعامتك كده. طب قاعدة مع جابر المعفن ده. أسره، هنشتغل يا أخويا النهاردة ولا قاعدين؟ أحلى شغل. يخرب بيتك، أنا في الشارع حد يشوفنا. بقول لك إيه يا نيبة؟ بتيجي المطرح بتاعي، البضاعة هناك مرصوصة، أهو نقعد ونتكلم ونحسب الحسابات ونقرب المسافات. بعيد اللي بيني وبينك يا اخويا. ايه جابر في ايه؟ يا جابر ما
تلاقيش تماما حاجه نظيفه. ما تاخذنيش يعني استمرارية، ما اقصدش حاجه والنبي، يعني انا اصلي موسوسه حبتين كده. انما قوليلي يعني استمرارية، هو المحشي ده يعني معمول بلحمه ايه؟ من عند الحاج احمد يا تميمه. تميمه ما تقلقيش، انا عارفه ان انت جايه تاكلي معانا. لا والنبي ما اقصدش، صدقيني ما اقصدش. ما بتسالنيش على طول ليه؟ على فكره انا زيك برضو، لما بروح اي مكان برضو ببقى شاكه ان في حاجه كده ولا كده، حرام يعني. لا هو انتوا عندكم يعني حلال وحرام؟ كل الاديان فيها حلال وحرام يا دنيا. امال يا اختي بتشربوا الخمره ازاي؟ على فكره مش كلنا بنشرب خمره، هو الموضوع بس ما عليهوش تركيز، فبالتقادم بقى في ناس عندنا بتشرب، لكن هي برضو حرام زي عندكم بالظبط. كل ما يذهب العقل ويفسد هيكل الله فهو حرام. انا برضو يعني سمعت الكلام ده برضو من الاستاذ امير، يعني هو قال حاجه شبه اللي بتقوليها دي. انا بس يعني قلبي ما كانش مطمن، بس طالما انت اتكلمتي انا هقولك. انا بصراحه ما كنتش ناويه اجي ولا حتى عندك هنا ابدا، انما استاذ امير يعني قال لي ان احنا جيران والنبي محمد. تعرفي النبي محمد؟ اكيد اعرف النبي محمد طبعا. عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. هو يعني وصى على سبع جار. بصي يا تميمه، احنا برضو عندنا وصايا كتير على الجار، وقد ايه هو حاجه مقدسه، وعندنا برضو حلال وحرام. يعني مثلا عندنا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد لقريبك شهاده الزور، يعني مش عشان قريبك ما تقولش كلمه الحق، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امراه قريبك، ولا امته ولا عبده ولا ثوره ولا حماره ولا اي شيء لقريبك الى اخره. اه والله العظيم يعني بتقولي كلام زي الفل، بتقولي حكم. طب ما تدوقينا المحشي بقى بتاعك. مش تمام؟ تسلم ايديك استمرارية. عدي شوية معلش. جميل، حلو قوي. ادعي صاحب المكان بالرحمة. انت اتحطيت علينا مصيبة يا جدع. انت جديد يا، شكلك مش من المنطقة. الطرب دي في زمامنا، انت ايه اللي جابك هنا ولا مين اللي بعتك؟ بقول لك ايه؟ بالذوق كده هات الفلوس اللي اديتها لك. هات! يا ابن اللذينة! يا ولد! خلاص! يا ولد! خلاص! 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 طلع قلب امك! خلاص! يا ولد! خلاص! 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 ما بهزرش، انا هروح امك! اجري يا ولد! يلا سيبك منه! اجري! خلاص يا ولد! سيبه! اجري يا ولد! سيبك منه! السلام عليكم يا عم زياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. أنا كنت عايزاك في خدمة كده لو ممكن. تحت أمرك، بس قبل الخدمة قولي لي الأول، الست بدرية كويسة؟ أه الحمد لله. أمورينا يا بنتي خير؟ أنا عارفة يعني إن حضرتك كنت بتشتغل في جنان الأمل، مش كده؟ صح، كنت بصحح لغة عربية. يعني ليك معارف وكده، يعني بصراحة أنا عايزة أشتغل،
ونفسي في شغلانه كده تكون كويسه ومحترمه. انا عارفه طبعا ده اكيد كان عندك ناس ليها مركزها الكبير في البلد. صح، انا فعلا كنت بقابل الناس دي، ساعات كمان كنت براجع مقالاتهم عشان اعيد تصحيح اللغه فيها. مش بس كده، انا كنت احيانا بعيد كتابه المقالات نفسها عشان الناس تقول الله ده كاتب عظيم. بس الحقيقه بنتي انا لا عمري عرفت الناس دي ولا قابلتهم ولا كان لي علاقه بيهم. انا خرجت من الشغلانه دي زي ما دخلت. بس على العموم انا هكلم لك اي حد اعرفه حتى لو كان صغير قد كده، ومين عارف يمكن ربنا يفتحها في وشك، يفتح لك الابواب المقفوله. متشكره قوي يا عم زياد. العفو يا بنتي. على ايه؟ عن اذنك. اتفضلي. عالية بنتي عالية، انت ايه اللي حصل لك؟ ما بتسأليش عليا ليه؟ طب بقول لك ايه، عشان انا مش فاضية، تعدي عليا النهارده الساعة 10 وتجيب العدة بتاعتك معاكي، اوعي تنسي. انت ما بترديش ليه؟ يا اختي وايه اللي حصل لك؟ اللي في سني دولابهم مليان، أهليهم مجهزينهم بالإبرة للصاروخ، إن هم لسه في اللفة. أما أنا مليش حد يحلم لي ولا حد يفكر فيا. يعني أنا لو حد فكر يتجوزني دلوقتي هجهز نفسي إزاي؟ هقول له ايه؟ معلش اصل انا ما عنديش. ابويا ما عملش حسابه، خدني زي ما انا باللي عليا. ترى هيقول عليا ايه؟ هيبصلي ازاي؟ ده اذا اصلا حد فكر ياخدني. انا مش من حق اعيش زي بقيه البنات، ولا من حقي احلم زيهم، عشان انا ولا حاجه. انت يا اللي تنشكي في قلبك. اه شكلك يا اختي قاعده النهارده في البيت ومجرشه. انت عايزه ايه على الصبح يا اختي؟ مش انا اللي عايزه، البيت هو اللي عايز. وانت بسم الله ما شاء الله شايله ايدك من كله. ايدي دي يا اختي هي اللي بتمشي البيت. بأماره ايه يا روح امك؟ قلتلك 100 مره ما تجيبيش سيره امي بدل ما ازعلك. طب يا حبيبتي الغاليه، اعملي حسابك يا اختي ان البيت فاضي ما فيهوش ولا لقمه، وابوكي كان موصي الصبح عشان تسيبي له فلوس، عشان في حاجات يا اختي كده ناقصاه وكان عايز يشتريها. مش قلت لك هتيجي هتيجي؟ وهو انت عمرك تقول حاجة وتطلع غلط يا مرمر؟ كنت متأكد انك هترجعي، وانا لما اكون عايز حاجة لازم تحصل. لا 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 لا، انا ما احبش النظره دي. هتعملي فيها انك مظلومه وان انا الشرير اللي خلاكي ولا حاجه، وهتقعدي تعيطي طول الليل وتندبي حظك وكانك اكتشفتي فجاه انك فقيره ومش لاقيه تاكلي، صح؟ لا انا عارفه اني فقيره وعارفه اني مش لاقيه اكل. صاحبك خد الفلوس وبعدين؟ ولا قبلين قعدت طول الليل افكر،
طالما دفعت تمن حاجة يبقى لازم أخدها. أقول لك على حاجة؟ أنا حسيت إن أنا لو كنت دفعت لك المبلغ ده وقلت لك على أي حاجة كنت هتعمليها لي. شفت في عينيكي نظرة بتقول وماله؟ إيه المشكلة؟ وده اللي خلاني متأكد إنك هترجعي. وهو دلوقتي كمان اللي مخليني مستنيكي عشان أعرف منك إذا كنت هتعيشي معايا بطريقتي ولا لأ. هتستفيد ايه؟ بلعب فاضي، ما عنديش حاجة أعملها. صدقيني أنا بكلمك بجد، أنا حد معاه فلوس كتير قوي ومش ناقصه أي حاجة، ولو خطر في بالي أي حاجة أي حاجة بنفذها على طول. واللي حصل معاكي أنت واللي اسمه حسني ده دخل دماغي قوي، كيفني، خلاني أعيش حالة جديدة عليا زي الأفلام الأمريكاني بالظبط. حسيت إني بلعب جيم جديد عليا. مستنيكي وأنا متأكد إنك هتيجي. جدي الفقر بيزل.